حدثني أعقل المجانين عن فئران ورجال. أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حكاية الشاعر المجنون آراء جامحة، حيث نقول ما لا يقال ونقول الكلام الذي لو قيل من قبل لما وصل حالنا إلى ما هو عليه الآن. في حلقة اليوم لدينا حديث عن فئران ورجلان، حكاية قصيرة بسيطة عن محاولة لتغيير عقلية الناس بأسلوب قصصي بدلا من إخباركم الأمر بشكل مباشر، لكن هذه الحكاية تحاكي الواقع بشكل عجيب، فنراها حولنا في كل مكان لكننا لا نستوعب حقيقة الأمر. فهنا لدينا حكاية عن فئران سكاري and سنيف، وهناك رجلان هم وهو. سندع أمر التسمية جانبا ونضع بدلا من الأسماء للرجال ألف وباء، فنرى أنهم في متاهة ينطلقون كل يوم ليسعوا إلى الوصول إلى الجبن، وعندما يجدون الجبن يتناولون طعامهم ثم يعودون قبل غروب الشمس، أي أن هناك وقتا محددا عليك أن تسعى خلاله لتصل إلى ما تريد. فيبقى الفئران يحاولون الوصول إلى الطعام في كل يوم، ويسعى الرجلان ألف وباء للوصول إلى الطعام في كل يوم، إلى أن وصلوا في يوم من الأيام إلى زاوية فيها فتحة معينة فيها جبن لا ينتهي، فبقي الفئران والرجلان يتناولان طعامهم من تلك الفتحة، فكانت تلك الفتحة تحتوي على جبن لا نهائي، فقد فرحوا جدا بأنهم ليس عليهم أن يبحثوا أكثر من ذلك عن الجبن، واستمروا في تناول الطعام من تلك الفتحة في الزاوية. لكن أتى يوم انتهى فيها الجبن، وهو يوم لم يضع له الرجل ألف ورجل باء أي حسبان. فما الذي جرى؟ لاحظ الفئران أن الجبن انتهى وخرجا يبحثان عن الجبن في مكان آخر في المتاهة، فهم يعرفان ألا يوجد وقت كثير لديهما، فسوف يعودان إلى منزلهما للنوم قبل غروب الشمس. فسنرى أنهما انطلقا سريعا للبحث عن مصدر آخر من الجبن. أما عن الرجلين ألف وباء فقد توقفا أمام الزاوية ينتظران ظهور الجبن مرة أخرى، فلم يكن قد خطر في بالهما أن الجبن قد ينتهي، وفوجئا بهذه الفكرة. فهنا نجد ردة فعل بشرية، يتساءلان عن تلك الحقيقة، لماذا انتهى الجبن وكيف انتهى الجبن، وليس من المفترض على الجبن أن ينتهي ونحن نريد الجبن وما إلى ذلك. فنصل إلى هنا إلى طريقة تفكير نراها في حياتنا دائما، وهو إن انقطع رزقنا من مكان ما نبقى نتساءل ونتحسر ونتذمر على ما جرى دون أن يكون لدينا ردة فعل مناسبة ودون أن يكون لدينا تصرف. فالفأران تصرفا بناء على غريزتيهما، فانتهى مصدر الطعام من هنا فيبد من وجود مصدر طعام في مكان آخر فيبحثان عنه. أما عن الرجلين فالرجل ألف بقي يفكر لبعض الوقت، لكنه قال لباء لدينا وقت محدود ويجب أن نذهب لنجد الطعام، لا أظن أننا سنجد جبنا آخر فقد انتهى الجبن من هذا المكان، علينا أن نذهب إلى مكان آخر لنحصل على الجبن. لكن باء بقي يفكر، لماذا انتهى الطعام؟ أنا منزعج لأن الطعام انتهى من هنا، أنا أريد جبنا، لماذا على الجبن أن ينتهي؟ ومن هذا الأمر فبقي باء يتذمر بشكل كبير. في نهاية الحكاية يترك ألف باء وحده، فيذهب ألف ليبحث عن الطعام، فقد سلم بحقيقة انتهاء الجبن من ذلك المكان، وعليه أن يبحث في المتاهة عن جبن آخر، لأنه إن بقي جائعا أكثر ستنتهي طاقته ولن يتمكن من البحث عن الجبن وبالتالي سيموت. أما عن باء فقد بقي في ذلك المكان يفكر ويسأل ويتذمر ويتحسر عن لماذا انتهى الجبن ولماذا لا يوجد جبن آخر، وعلى أمل أن يعود الجبن للظهور من تلك الفتحة مرة أخرى. وهنا تنتهي الحكاية، لكن في هذه الحكاية الكثير من العبر، فهناك أنواع من البشر وصفهم الرجل هنا. فالكاتب سبنسر جونسون أراد أن يصل إلى فكرة واضحة جدا، قد يكون هناك الكثير من أخبروك عنها لكنه أراك إياها في مثال عملي لاثنين أنت ستستهجن تصرف أحدهما. عندما تريد أن تطبق هذه الحكاية على حياتك سترى أن رزقك في مكان لن يدوم. فنحن نعيش في عالم بطبيعة الحال لن تصمد في عمل أكثر من 5 سنوات، فحقيقة ارتياحك لمكان
ورغبتك في الاستقرار هي في حد ذاتها خطأ كبير، فالاستقرار خطأ لأن الاستقرار يؤدي إلى الهلاك. فنجد أن هناك أناسا يتحسرون على فقدانهم فرصة عملهم ويقضون فترة حزينين ويرفضون هذا الواقع إلى أن يجبرهم هذا الواقع على المضي. فأنت تحب الاستقرار والبقاء في مكان واحد، لكن التغيير حاصل حاصل، وسيحدث هذا التغيير شئت أم أبيت. فيخبرنا الكاتب هنا في الحكاية أن عليك أن تكون كالفئران تعمل بغريزتك، بمعنى أنه ليس عليك أن تشغل فكرك كثيرا فيما جرى، فأنت عرفت الحقيقة وكثرة تفكيرك في الأمر لن يغير شيئا، فعليك أن تسعى إلى الحصول على رزقك في مكان آخر، عليك أن تسعى لتلحق هذا التغيير، عليك أن تتقبل هذا التغيير وتعمل معه وكأنه أمر طبيعي جدا، وتسعى للحصول على مكان مناسب آخر، وقد يكون ذاك المكان أفضل من المكان الذي كنت فيه. فاستقرارك في مكان يعني الركود، والماء الراكدة تكثر فيها الأمراض والفساد. فما رأيك إن كانت المياه جارية كمياه النهر؟ فعليك أن تكون كالمياه الجارية من مكان إلى مكان. انقطع رزقك من هنا فاذهب إلى هناك، انقطع رزقك من هذا المكان فاذهب إلى المكان الآخر، وعليك بالسعي. هنا فكرة جميلة جدا، إن الله لا يحاسبك على غناك وفقرك لكنه يحاسبك على السعي، فعليك أن تسعى بالشكل الصحيح. فهنا إن أردت الاستقرار أجبرك هذا العالم على المضي. فإن كنت تعمل في شركة وكنت أنت تحب هذه الشركة وتحب هذا العمل لكن الشركة أقفلت، هل ستبقى شهورا وسنين تحزن على إقفال هذه الشركة وتحزن على وضعك وتلوم غيرك على ما يجري، أم ستبحث عن شركة أخرى لتعمل بها ويكون وضعك أفضل؟ في هذه نقطة مهمة جدا، هناك من يتحسر ويخسر العمل ويؤدي به الأمر إلى الوفاة، وهناك من يؤدي إلى استجابة غريزية فيبحث عن عمل آخر مباشرة ليحصل على حياة أفضل، وهناك من يأخذه بعض الوقت ليفكر فيما جرى ويتحسر على نفسه ثم يتقبل الصدمة ليذهب إلى مكان آخر. فكن الشخص الذي على استعداد دائما أن يرتحل فعليا، عليك أن ترتحل وعليك أن تبحث عن فرصة أخرى إن فاتتك هذه الفرصة، وأن انقطع رزقك من مكان يذهب إلى مكان آخر، فلا مشكلة في ذلك. فاستقرارك لا يعني سعادتك، استقرارك يعني أنك في مكان ما، لكن على هذا المكان أن يتغير في يوم من الأيام. وإن رفضت التغيير سترفض التقدم للأفضل، فعليك أن تطور من مهاراتك وأن ترى هذا العالم ما هي التغييرات التي تحدث معه وما هي التغييرات التي ستطرأ عليك وعلى مجال عملك. فالمشكلة هنا قد تطرد من عملك لأنك ترفض التقدم والحصول على الأساليب الحديثة. احصل على الأساليب الحديثة المتطورة والمتقدمة لتحافظ على فرص أفضل من أجلك. فيقول الكاتب هنا صراحة أن التغيير حاصل حاصل، فإن عليك أن تحصل على الأدوات اللازمة للتعامل مع هذا التغيير، وأول أداة هي عقليتك، عليك أن تتقبل هذا التغيير وتسعى لتتماشى معه، هكذا ستنتصر وستعيش وستدوم. أما إن بقيت حائرا فسترى النهاية التي حصل عليها الكائن باء في الرواية، وهنا أنك كما توقعت قد يكون مات. فالسيناريو الذي وضعه عقلك للحكاية الغير منتهية حيث أنه ترك النهاية مفتوحة، فأنت توقعت أن الرجل الذي ذهب ليحصل على المزيد من الجبن قد يكون حصل عليه، والرجل الذي بقي يفكر قد يكون بقي يفكر واستهلك طاقته في التفكير ومات بعد ذلك لأنه لم يكن لديه طاقة للبحث على الجبن. أما عن الفئران فأنت ترى أنهم مشوا في حياتهم كطريقة طبيعية جدا بناء على غريزتهم، فلا تتعب عقلك كثيرا فيما يجري، بل ابحث عن رزقك أينما يكون، فلا تعرف نفس بأي أرض رزقها ولا تعرف نفس بأي أرض تموت. فاسعى وارتحل وسافر، فلا تدري أين سيكون رزقك ولا تدري أين ستكون قطعة الجبن الخاصة بك. دمتم أنتم وأصدقاؤكم وأحباؤكم بخير وسلامة يا جن العقلاء.